رشيد الزراقي من مواليد 1970، من سوق السبت، ولاد النمة، إقليمي ملال. دابا تقريبا نقريب في 5 سنة سي بيومين هنا في إيطاليا، من الأواخر ديال 94. كويندي جاية 20 عام تقريبا، شي 20 عام هادي. باش نعمل كفنان تشكيلي، وفي نفس الوقت كان مركز ديزاينر جرافيكو، مصمم جرافيكي، ندير شي ديال لا بوبليشيتي في الميدان ديال في الميدان ديال الاشهار. بارادايس مزوج وليد وكل شيء ابوست، كل شيء الحمد لله. سؤال زوين. المغرب كملت المدرسه ديالي حتى البكالوريا، شويه قريت شويه ديال الفن، فبراتيكا ماشي انا قريت الفن بطريقه ديال الاكاديميه، ولكن بطريقه ديال بطريقه اون ديريكت مع فنان تشكيلي مهم اللي هو الدكتور مصطفى لطفي في العيون. بعدين ما دخلت الميدان ديال الفن بطريقه شنو نقولوا انا توستا، يعني من الباب الكبير، يعني دخلت مباشره، يعني لان كان عندي الطالنت ديال كان عندي الموهبه ك يعني دغيا لقيت راسي في هذاك الميدان هذاك. كويندي ومن ثم بديت شويه بشويه 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 بشويه، وبوي عاود كملت قرايه، كتبه مدرسه، بوي عاود كملت انا في ايطاليا. هنا دخلت انا المدرسه ونا اكاديميه دارتي ديال جوليانا فيراري في غويديت سولو في مانتوفا. هنا عاود استقلت الموهبه، خديت براتيكامنتي فحال خديت واحد البصمه ديالي انا من قاعده التجارب بالمغرب. هنايا خديت واحد البصمه اللي هي تقريبا اللي كاينه في اللوحات كاملين ديالي، فحال قلت واحد الاجتهاد، واحد ريت شركه براتيكامنتي، وفحال مدرسه في هذاك الميدان ديالي. يعني ماشي شي ميدان اللي النوع ديالي ما تقدرش تلقاه في جهه تانية الا ما صايبتوش انا، لان بروبريو انا ريت شركه تقريبا ديال 15 سنه، وعندي اون انفينسيوني ابتكار بيومين. الفكره ديال الهجره هي الفكره اللي تكون عند اي واحد طموح، تكون غادي نمشي نحاول نحسن، لان الخدمه ما كايناش نورمال، ما كاينش شي خدمه اللي تقدر تعيش منها مزيان. عندك الموهبه ديال الرسم، عندك الفكره ديال ان اوروبا في هذا الميدان، تقدر تمشي تكمل القرايه ديالك كفنان، تقدر تلقى راسك كفنان، ما تقدر تستافد شي حاجه دي بيو. ومن بعد الورا جات هذه الفكره هذه، اول شنو كنقولوا لها، اول مبادره، نو اول فرصه، اول فرصه جاتني جيت لاسبانيا. من اسبانيا ما كانوش عندي الوراق، يعني جيت حال الناس كامله بطريقه غير شرعيه براتيكامين، لان ما كانش الفرصه باش تجيب ديك الفكره اللي عندك في راسك، انك باغي تمشي تكمل في الميدان الارت، باغي تمشي تسقل لراسك من ناحيه الفن، من ناحيه ما كاينش بيرو. الى بيرو انا كانت عندي هذيك الفكره كانت عندي في راسي بزاف، كدور لي غير بغيت نمشي انا على هذا الشيء، ماشي على حسن ما تخدم عادي ولا شيء، ولا دير باش دير دار ولا دير هادي، ما كانش عندي ديك الفكره. كانت عندي الفكره ديال هذا الميدان هذا، بغيت نمشي لتما نشوف بودار سي قدر شي ندير انا هنا يقدر يعجبهم تما بيومينو. هذه هي الفكره اللي كانت عندي. بوي من اسبانيا ممكنك تريح فيها، ما كانش عندك الاوراق، يعني الاوراق الواحد حاول يجي لهنا، ما جيتش لايطاليا بروبريو، ما جيتش من تما قلت انا غادي في ايطاليا، نو يعني الظروف حطتني بيرو. فجيت انا عاود هنا دوز واحد المده، عاود بلا اوراق بلا والو، واحد المده ديال 3 سنين صعيبه، كوازي امبوسيبل، يعني باش تعيش بلا اوراق في هاد الارض هادي شي حاجه لا بو. بيرو الا كان عندك داك الفكره، ان الا عندك شي حاجه في راسك كتقدر لك ديما في راسك، خاصك ما تحاولش تهرب عليها، تبقى ديما بحال البوصله. نو اش البوصله ولا البوصله كويندي. بوي صايب الوريقات ديالي، اول صافي صايب الوريقات ديالي، اتصلت بشي ناس هنا وريتهم لواحد ديالي، اسي مزيان اوكي بلاتي وهادي، شي يوم يدوزوني لشي جمعيات ديال الفنانه، احد الفنانات التشكيليين في واحد ديال مانتوفا، تيقولوا لهم الجروبو ديال ارتيستي ازولاني، دخلوني معاهم دغيا شوبيت، يعني بطريقه
لانهم عجبهم هذاك، عجبهم الارت ديالو، عجبتهم حتى ديك الفكره ديال ان عندنا مثلا مغربي، لان يعني في هذا الميدان ديال الفن ما كاينش الناس يعني ديالنا بزاف، كاينه واحد الفئه بيروف بالضبط في هذه الزونه اللي فيها ديال لومبارديا. فاش بديت انا كانت كوازي عاودنا، قلت انا كنت انا بوحدي الورا هذه هي تزيد، وانا ما عندي هذاك اش نقولوا له، انا هذاك بحال كنت باغي نتعلم، جانا عندي هذاك المرض، هذاك يعني هذاك المرض ديال الارتي عندي في راسي. الورا ساعدوني ندخل ديك لاكاديمي، دوز فيها كندير السيره اللي كنخدم في الصباح، كنخدم بالنهار، وفاش كنجي عاود في العشيه كندير معهم داك السيرالي ديال، يعني ما دايرش لاكاديميا بروبريو اوفيسالي بحال اللي قلتي يعني رسميه، تنخدم في الصباح فاش نجي في العشيه عاود من 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 6 ونص حتى 11 ونص ديال الليل، كوازي من نهار الاثنين حتى حتى الجمعه، المده ديال عامين ونص ديما باش تقرا غير دوك لي بازي ديال يعني العالم ديال الفن. مشعب بزاف شي حاجه اللي انكريديبل. انا راه هنا عرفت شي حوايج جداد، عرفت شي اي بو صافي، ويات لي هذيك العلاقه مع الايطالي، ولا في المكان شي معرض جماعي ولا هذا، ولا تي يعرضوا عليا، ولا تمشي شويه، خديت شويه ولفت بشويه وليت ندير معارض ديالي بيرسونالي شويه باوي. الورا شن الناس ديال الصحافه، الناس ديال التلفازه، الناس ديال هنايا، ولاو شي رادين معايا البال من هاد القضيه هادي، ولاو تعرضوا عليا، ولاو يديروا معايا هاد الشيء ديال اي باوي. شويه نعاود ندير الشيء ديال الشينوغرافيا بالنسبه للميدان ديال المسرح، ميدان ديال الافلام. بحال هذا الاخر اللي كنديرتو انا كنديرتو هنا في مونتي كاري، هنا في النواحي ديال بريشيا، كان جات واحد الريجيستا ايطاليا رومان من روما، هريتاسو بيربي، واتصلت بيا ودرت واحد واحد العمل اللي زعما نيت كندوزاتو حتى ديك واحد القناه حتى البريشيا لا تيلي توتو. الورا بشويه بدات الورا بديت كندير ديال لي كونكورسو سي ناسيونالي سي انترناسيونالي، ولات القضيه مؤخرا كتعيط عليا، عيطت عليا السفير ديال روما ديال المغرب، ديال عيطوا عليا على حساب كانت واحد الجمعيه ديال منظمه حقوق الانسان بتعطي واحد الجائزه للمغرب في الميدان ديال الارت، قالوا راه عيطوا عليا باش مثلت في المغرب، وهذا طارقه بالحضور ديال السفير سيدي الناس ديال هادو من ناحيه. وبالنسبه لليفيلو ديالنا، بالنسبه لليفيلو حنا ديال المغرب، انا ما كنتش معروف، يعني كنت مندمج مع الناس، كنت ندير مع المعارض مع الطاليان وداك المسائل، مؤخرا شويه في الاولى كيعرفوني هذا، ولا تعرضوا عليا الناس ديال الناس القنصليه، الناس ديال السفاره، ولات في المكان شي حاجه كيرشحوني، في المكان شي حاجه كيصيفطوا لي الناس على حسابي، يعني شي كونسيلو وقت ما كان شي حاجه مهمه ولا. ومؤخرا كلفني السي محمد بن علي القنصل ديال المغرب في ميلانو على حساب باش درت، نظمت واحد المعرض ايطالو ماروكينو مغربي ايطالي، والورا جا هو دار لنا الافتتاح، وكان الناس ديال العامل ديال بريشيا براتيكامنت البريفيتو ديال بريشيا والنائب ديال البلدية ديال بريشيا، كان شويه ديال الصحافه وشويه ديال لاتيفو داك المسائل، ودوزنا شي حاجه اللي حمرنا باش يجي في داك الشيء. بيرو العلاقه مع يعني العلاقه مع المغرب وهذا بالناحيه ديال الرسميه يلا بدات مؤخرا، وانا فرحان بدا قلنا مزيان عامني اوكي. المرحله ديال الصغر ديالي براتيكمون، حيت انا تزاديت في واحد البلاصه سميتها ولاد عياد، في النواحي ديال بن ملال، واحد لوزين ديال السكر في كان خدام الوالد ديالي انا، ومن تما الورا دوزت تما واحد المده ديال 14 سنه. الطريف هذا الشيء كاع في ذاك المده ديال القرايه ديالي انا كامله، لا من تما حتى البكالوريا، هو انا ما كنتش كنركز داكشي تقريبا، علاش ما كملتش في المدرسه، لان ما كنتش كنركز يعني بسبب الرسم،
كنت انا ديما مريح تمايا، بيرو فاش مثلا تيكون الاستاذ يشرح ولا شي حاجه، انا وقعت لي بالمدرسه وفي الاعدادي وفي الثانوي، انا ديما نترسم ديما، يعني ديما يعني ديما تيغوت عليا الاستاذ، ديما الدراري دوز كتب لي ثاني هذه ديال اللي انا كانت في داك البليه ديال لا فاش نديروا العناوين، انا ديما خصني نغلطهم وندير لهم داك الومبره، ندير لهم داك الظل ديالهم، ندير داك الديك كويندي تقريبا. تنقول انا السبب ديالي انا علاش ما كملتش القرايه ديالي مزيان مزيان، هو لان براتيكوم هو بحال شي فيروس، الا حيت دخل غير هو القضيه ديالو شنو هو، يعني القضيه ديال الميدان ديال الفن هو شي فيروس اللي يعني اللي ما تيوقفش شي حاجه، تيقول لك انا غنوقف في هذه البلاصه، يعني كل مره عندك داك الدماغ ديالك ديما ان ايفولوشن ان ايفولوسيوني ديما، ف يعني واخا تكون عاكي تاكل ولا شي حاجه ولا هذا كتقدر تشوف شي حاجه في يعني واحد العالم فيرامينتي ما تيخليكش تركز، ما تخليكش تركز في شي حاجه، تتكون داكشي علاش ديما تيكون الارتيست تيكون بارتيكولار، واحد يقول هذاك راه في شي شكل، هذاك نور، هذاك راه نور، هذاك راه فنان، الفنانه في شي شكل، في شي شكل يعني من ناحيه، يعني من ناحيه الايجابيه، لان الراس ديما تيكون تيطبخ، يعني يقدر يشوف واحد تيهضر ولا يشوف لها ولا شي واحد تيتمشى ولا يشوف شي حاجه اللي واحد تقدر يكون هي شي خصامه في الزنقه، واحد غادي يشوفها بلا خصامه ما يعرفش شكون هو، يقدر تبان له شي كاريكاتوره ولا تقدر تبان ليه اشنو هو السبب، وهي زعما الواحد باش يكون مع الناس نورمال الا كانت عنده الراس ديالو تيدور فحال هكا ما غادي ياخذوه بحمق، ولا هو ما غاديش يقدر يندمج 100% كايوا العباد بهذاك الفيروس اللي هو الارت، هو الفن، يعني تيخليك ديما تفكر، تيخليك ديما واحد جبتي حاجه تقول كيفاش علاش مال هادي، ولا هادي مثلا بنيه هكا علاش ما كون كتولي الورا تدخل في واحد العالم اللي براتيكمون من الاحسن تعرفو غير انت سينو ما يمكن لك السرعه. كيفاش جاتني ليديا باش ندير هذا الاستوديو جرافيكو، يعني هذا مكتب ديال حل جرافيك، هو اني يعني كنت خدام في واحد، كنت مسؤول في واحد الشركه، كنا كنديروا البالت واحد بحال داك اللي حنا نقولوا في المغرب البيب، يعني شي حاجه كومبريسور باش كيسخنوا داك الشيء ديال الستوفات ديال الحراره وداك الشيء على حسب الحال البارد، وكنت مسؤول فيها، ومع هاد مع هاد الكريز مع هاد الازمه الاخيره وهذا، يعني الورا شنو دارت وقفات سدات سالات، فالسالات حما حنا كنا مرسمين وهذا، وكان عندنا واحد يعني كان عندنا داك وانا معاك كنت مسؤول وهذا، ما عطاونا واحد لا عطاونا واحد لاركو ديال عطانا واحد المده زمنيه ديال 3 سنين اللي حنا مريحين، وهذا يعني غادي نبقاو يعني نبقاو نتخلصوا نبقاو نشدوا كاع داكشي اللي كاين، يعني داك الخلاص ديالنا بحال باقيين خدامين، لان الغلط ماشي حنا اللي ان حنا اللي سالينا ولا حنا اللي وقفنا، حيت هاد الشركه وقفات وحنا يعني قانونيين 100% وداك المسائل. الورا معاك كانت هاد الاحلى كريز وقفات، انا غير عواد ما غادي نبقى نشد هذاك الفلوس وغادي نريح بين ما تتسال هذاك المده ومشي نقلب على خدمه ثانيه، خديت هذوك الفلوس هي ما تقريبا غادي تكون واحد 940 يورو، هذيك 840 يورو لو راه خديتها مشيت عاود مشيت دخلت المدرسه ديال لاغرافيك، قلت انا غادي في هاد السنين اللي انا مريح فيها ونتخلص من الدوله نحاول ندير شي حاجه باش وقت ما ساليت نكون جا واقف على رجلي، سينو الى سالات هذيك 3 سنين غادي تبدا ثاني عاود تقلب على الخدمه ما غاديش تلقاها، لان لا كريزي اللي كاينه ماشي 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 ازمه ديال ماديه، ولكن ازمه ديال السيستيم ديال بحال قلتي، يعني السيستيم كيتغير، الى كانوا الصدورات مثلا مطلوبين في واحد الساعه من هنا لقدام مثلا، الورا ما بقاش واحد الا كان صدور غادي يمشي غادي يقول لي السلام عليكم انا راه صدور تنقلب على خدمه، لان يعني دابا ولا روبو ولا روبو مثلا تيجيد 2 مليون 3 مليون ديال اليورو مثلا، يعني خصو جوج الناس اللي يكون عندهم ديبلوم ديال الانفورماتيك اللي تيخدموا كويندي، غادي تمشي هذيك 20 ديال السدورات كويندي، خصك تشوف شي حاجه اللي اطوالي حاليه كويندي. مشيت انا قريت لا جرافيك في هذاك المده كامله بين ما سالت لي هذاك 3 سنين، دابا سالت لي 7 شهور هذه ولا 8 شنو جا وقفت على رجلي، يعني بديت خدام
في الاول كان عندي البيرو في الدار، تنخدم من الدار وهذا. دابا خدمت يعني، دابا بديت شركه رسميه، وداك هذا يعني داك الريجيسترو ديال بحال ديتا انديفيدوال، يعني شركه شخصيه منفرده بيومين. كوندي دابا الحمد لله ولاو عندي شويه ديال الكليان، ودابا يعني من عوض دابا حدا ما كان دير ديزاينر جرافين وكان دير مصمم، وبو كان يعني كان يعني انا كان حنتج الفايل وكنبيعو مثلا للكليان. ولكن دابا كيما شفتي دابا عندي انا شويه ديال الماكينات وهذا، وغادي يجوني ماكينات اخرين، غادي نولي ندير براتيكامينت الطباعات ديجيتال هنا عندي يعني بالضبط، يعني نعود ندير سياده ديزاين، سياده تصميم، سي البرودوتو فيناليس، يعني المادة النهائية يعني. كفنان تشكيلي يعني هذا هو، هذا يعني هذا من الطفولة يعني، هذا أورماي هذا ما عندكش يعني، ما غاديش تحيدو ولا غادي تنقصو ولا غادي تزيدو شي حاجة اللي ولات بارتي منك، طرف منك. في حد الساعة أنا فرحان باش اللي درت، وش نقولوا له انا بطالياني اورغوليو جو كنفتخر به، يعني ما جاش بوحدو وما كان ساهل، وما يمكن لكش ديرو في واحد البلاد اللي ماشي ديالك، وما يمكن لك ديرو في واحد البلاد اللي ما كاينش اللي غادي يعاونك، وفيه بزاف ديال التضحيه، وفيه بزاف ديال يعني انا خدمت في لبنان، خدمت في داكشي ديال الخس، داكشي ديال السلاده، خدمت في العنب، خدمت باش نكمل القرايه ديال هادي، يعني داكشي اللي دوزت على هادشي هذا باش نوصل لهاد ليفيلو اللي الحمد لله راه غادي مزيان، يعني كنفتخر به 100% وفرحان بزاف يعني درت شي حاجه اللي ما سهلاش من هاد الناحيه. ومن ناحيه ديال الديزاين كمصمم جرافيكو ما عدت شي فرق على الارت، ما عدت شي فرق على الفن التشكيلي، لان كله ابداع. كما كتاخذ لاطوال بيضاء وكتبدا وكتخرج منها لوحه، حتى في لا جرافيك كتبدا في البروغرام ديال لا جرافيك، كتحل ورقه بيضاء وكيجي عندك الزبون، كيجي عندك كليان وكيقول لك نبغي ندير هادو، بغيت ندير يعني من ورقه بيضاء حتى كتخرج ليه البرودكت فينالي، حتى تخرج ليه العمل فيني. الا ما كانش عندك الابداع، واخا تكون قاري مدرسه ديال لا جرافيك، كتولي غير اداه، كتولي واحد الانسان اللي كيعرف يستعمل هذوك الادوات ديال لي بروغرام. بيرو لك انت ارتست وعندك لا كرياتيفيتا، كتولي هذوك الادوات كتولي تستعملهم لصالحك، تقدر دير بهم حتى لوحات فنيه جميله ديجيتال براتيكا، من عوض ما تكون داك المجال الكلاسيكي كولور يعني صباغه ولاطوال، دير نفس الحوايج بنفس الحوايج بالبروغرام ديال لا جرافيك، حتى هما عندهم لي كولور عندهم، غير هو فيرتوال يعني غير هو ديجيتال. كوين دي باش دير شي حاجه يعني باش دير، علاش انا كنلقى راسي في هاد الحوايج بجوج؟ لان هما بجوج واحد، غير هذا كنديرو كاباسيوني يعني كارت، لان كت حلقيت في هذاك لومبرونت، هذاك البصمه ديالي اللي ابتكرت، وفي هذا كنستعملو يعني ك ك كمورد عيش. الحاجه واحده اللي حليت وقع الشباب هنا فريمون يعني في هذه الحاله خصنا نهضروا في هذه القضيه، لان اللي تيوقع هو ان بنادم كيجي من واحد يعني الواحد كيجي من المغرب وكيجي لهنا، المشكله تيوقع هو ان واحد فين ما جا، الورا انت الا جيتي من المغرب وجيتي عندنا مثلا كفنان ولا هذا، انت غادي تدخل معايا في هذا المجال، وغادي الا نجي عند واحد مثلا كيشفر ولا واحد كيدير شي حوايج اللي ما هماش فين، لان علاش الضروره هي اللي كتحكم على داك الانسان اللي كيجي تتحط في هذاك الموقف، لان اول حاجه ما عندك ما تاكل، ما عندك ما يعني اللي ما عندوش شي سند، ولا اللي ما عندوش داك الفرصه يعني ما عندوش داك القوه ديال العزيمه ومقتنع بشي حوايج، ماشي نقول ما يجيش، بيرو الا جاي يقدر يضيع. دي الا كان عنده شي فاميلي، شي واحد من العائله ولا شي واحد اللي وما لا جا واحد غير هكا هز الساك ديالو وقال انا غادي نمشي تما، الا كان عنده شي راس مزيان راه يقدر يخرج، راه يقدر يعرف. الا جا غير جا لان يعني الناس اللي هنا تيقدر شي واحد مثلا توقع عليه مشاكل وتي مثلا ما تنجحش، يا لو راه توصل عند الله تقول السلام عليكم خويا راه تنقلب على خدمه، تقول لي اجي ما تريح معايا انا وصافي، ولا اخر اوتوماتيكمون تيدوز لهذاك يعني تيدوز ديباندي
ديباند على الانسان، ماشي ولكن المشكل هنا ماشي ديباند على الانسان، ديباند لان ملي كتخرج لبلاد البلاد الثانيه وما عندك لا لغه لا خبره لا والو، تنقول انا يعني قضيه غير زهر وصافي، ما فيهاش حتى شي بيومينو. هادشي نيت فريمون نيت يقال الدراري.